قلنا الموديل تاعنا منه دوفون منه دو، منه امام منه خلف. عنده تحريفه تاع الخلف وعنده تحريفه تاع الامام. انا هذه تحريفه تاع الخلف، انا هذيك شفتو كيفاش قلبت. باترون صار له كيما الفوكلير هكا لي فالور دو كوتور كومبريز، كما يقول لك هذاك السنتيم تاع الخياطه راهو داخل الباترون صافي، تقدري ما تزيديش كاع. انا هكا كيما كنت تشوفوا ما زدت ما والو. وشنو كي تكون وحده سمينه اللي تماك تخاف اون سي جامي يجيها ضيق، تزيد هذيك تزيد تزيد 2 سنتيمتر، في عود 1 سنتيمتر تزيد 2 سنتيمتر. هذا لا خافت كيما راكم تشوفوا هنا، فصلنا الامام وفصلنا الخلف، كتبنا هاليك امام والاخر الخلف. دوكا واش بقاتنا؟ بقاتنا لا مونش، وهنا كيما راكم تشوفوا دوفون راني دايرتو كوبي، درتو كوبي تحت الركبه باش ندير له لي فرونس، ندير واحد لا بوند فيها لي فرونس، ونزيد ندير له ان فولون، ندير له ان فولون من الفوق، نزيد ندير له فولون كيما شفتو الموديل، كيما شفتو الموديل. ولا مونش كيف كيف، لا مونش درتها فيها البواني بانوي، درت فيه البيي باش يبان سبور، هذا الحجاب يبان سبور اديداس، منه مستور منه سبور. تلبسيه مع باسكيت بينك كيما قالت بنتي. هاي لك هاد لا فالور لاني طويتها هي اللي راح ندير بها ان بونت. الثاني لا مونش تاعي نحطها توجور ريسبكتو دروافيل، دروافيل هذا اللي راكو تشوفوه في الميليو، راني حطيت يدي عليه، هذاك تريسبكتيوه، تقيسو، تقيسو ال لا فالور تاعو، تساوي، تقيسوها من الديبي من لافان، مع القماش، حتى نوريلكم إن شاء الله نديركم درس تاني على الدروافيل، باش يجي الفيتمون تاعكم يجي مساوي، إن شاء الله بإذن الله. كيما راكم تشوفوا هنا راني نطراسي في لامونش تاعي، هذيك البليه قلنا راح تتكوبا باش من بعدك ندير لها بواني. دوكا في الخياطه ان شاء الله يبان لكم كلش. ديروا هادو لي بوين روبر لي كرون هادو، من بعدك يولوا دي كرون، نقطعوهم بالمقاس باش يولوا في الخياطه تجينا خياطه سهله، يكون عندنا دي روبر باش كيما يقول لك لامونش كي تطلع لي فاسيل، ما تطلعليش كومبليكي، باش انا كي نحطها في الفاتمون نحكم الميليو تاعي تاع لا مونش ديرك نحطو في لا كوتور تاع الميليو تاع ليبول باش تطلع لي امبيكابل، ومن منحيش معاها مام لا ميثود اللي انا نخيط بها تجيكم طري طري فاسيل، ما تكسريش كاع راسك ان شاء الله باذن الله. هنا كيما راكم تشوفوا، وسمحوا لي سمحوا لي اعتذر، انا قوشيه المقص اصلا ماهوش جاي على يدي، بصح نفصل كيما يقول لك كيما جات كلات، نفصل ونخيط والحمد لله صافي. ما تحيروش تجيكم بالمقلوب ولا جو سي با، لا غالب يا اخت يا خياتي. كيما راكم تشوفوا هنا نقومو بتفصيل ال الامامي والخلف وال لي بياس تاعنا كامل، فصلوهم هنا يعني رحت نفصل الودو. تبعوا غير النقاط، النقاط اللي تراسيتوهم فصلوا تفصلوا عادي، واش ننصحكم نصيحه في وجه الله، ابدا ابدا ترهبي المقص، شوفي لفتي رهبتي المقص اول خطره جامي تتعلمي خياطه. انا نشفى كي كنت نقرا عطاتنا الشيخه وانا قوشيه ديجا، عطاتنا كوبينا طابليي جاردينيي، كنت نقرا شفى في الحراش ومن بعد والله ماشي زعما نزوق لكم ولا نقول لكم نعرف نخيط ولا كاش حاجه، قيسي قيس روحي الحمد لله. مي كي شديت نقطع قطع ديرك، ما جاتني ني رهبه ني خوف ني غيان ديتو، الوغ لحد الان مازال لي هكا كنقطع. كيما تقولي ماما تقولي نخافك كي تكوني تقطعي، نخاف تخسري القماش، نقولها ماما لا لا ان شاء الله مام لا خسرتو تروح لي الرهبه وخلاص. كيما كان الحال كي تشدي تقطعي ما تخافيش، قطعي ديرك ما عندكش ماشاريال باش تمشي يدك، باسكو اون فوا تمشي يدك سي بون طيري تولي طيري في الخياطه ان شاء الله باذن الله. تبعوا المراحل برك، ماهيش حاجه واعره، حاجه عاديه. وشنو لازم ان شاء الله تبعوا معايا لي باترون، كملوا كاع لي باترون تاعنا وان شاء الله باش نروحوا للخياطه، باسكو الباترون هو الاساس، بالباترون اللي تقدري تخيطي، بلا باترون ما تقدري ديري والو.
البريكول هذاك نوريه لكم تاع البريكول. ديجا راني درت طابليه تاع بنتي، درتها بلا غوب ديالها، لا غوب تاعها درت لها طابليه منها صافي تاع خفوفي، على بالي جينيرالمون كامل تكون اللي حبت تتخيط ولا كاش وحده تكون ما عندهاش باترون. واش دير؟ تروح تحكم لا غوب تاع بنتها، لا غوب تاع بنتها وتفصل عليها. نورمالمون راهي واضحه جدا طريقه التفصيل، طريقه الخياطه. والله شوف انا خرجت باش نشيلها طابليه، باش نشيلها طابليه لقيتهم 100,000 لي شابين، وهادوك تاع البريكول 50,000 60,000 كل واحد، واللي ماشي شابين 40,000. صافي مخممت قلت وعلاه، حبيت نلهاح حاجه شابه 30,000. سقمت لي 30,000، 30,000 تقام لك باسكو تجيك ميم با ميترا. القماشه ودي 28,000 لا بوبلين، وتسقم لك ميم با ميترا. اون بليس هذاك لو بيي يدير 1000 فراك الميترا، 3 متر تكفيك لارجومون. هذاك السين تاع الاخرى تاع الدوره يدير 5,000، ولا فامي شوكليغ دير 3,000. واحد تبي تسقم لك ميم با 30,000 وهي راهي دير 100,000. فرحي بنتك. سمحوا لي خرجت لكم على السوجي، مي تبعوا ان شاء الله مراحل تاع الطابليه تاني بدقه وبسهوله وبتبسيط للماكيثات بالبيت خاصه. ان شاء الله ينال اعجابكم، ان شاء الله نكونوا فدناكم بامور ان شاء الله يا ربي، ومازال الخير قدام ان شاء الله. ربي قدرنا ونورو لكم كلش باذن الله.